افتتح النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمة البلداوي مركز تلقيح في مستشفى بلد العام، والذي سيؤمن الجرعة اللازمة لأبناء القضاء والمناطق القريبة منه. عن مزيد في تقرير الزميل عبد الجبار مهدي. حكومة محافظة صلاح الدين وحكومة بلد المحلية ومستشفى بلد العام يفتتحان منفذا لتلقيح كورونا في مستشفى بلد العام، مؤكدين على ضرورة الإقبال من قبل فئات المجتمع كافة لأخذ اللقاح لضمان سلامتهم ضد هذا الفيروس. زيارة إلى مستشفى بلد العام، هذا المستشفى التي تضم العديد من الاختصاصات، ومن ضمنها نضاف لها منفذ تلقيحي جديد توفير لقاح شركة فايزر العالمية في مستشفى بلد. حقيقة هناك جهود مبذولة كبيرة من إدارة المستشفى، من كادر المستشفى، من أجل دعم أهلهم وناسهم في محافظة صلاح الدين وفي قضاء بلد والنواحي التابعة له، من أجل توفير الخدمات الطبية ومنها لقاح فايزر. وبهذه المناسبة اليوم ندعو مواطنينا الكرام بالتوجه إلى منافذ اللقاح وأخذ التطعيم المناسب من أجل تقليل الإصابات اللي موجودة اليوم بالعراق عموما وفي محافظة صلاح الدين خصوصا. تم افتتاح المركز التلقيحي الخاص بمستشفى بلد العام، واللي راح يغطي أغلب مناطق بلد بلقاح فايزر بشكل مبدئي، وإن شاء الله في الأيام القادمة نأمل أن نحصل على نوعيات لقاح أكثر. طبعا المنفذ التلقيحي راح يكون متواجد من الصباح حتى المساء، كادر طبي متميز من ضمنهم أطباء وبإشراف أطباء اختصاص أيضا، كوادر طبية وسطية. الكوادر الصحية في مستشفى بلد العام أكدت إقبال واسع على المنافذ نتيجة لكثرة الازدحامات الحاصلة على المنافذ، وهذا الافتتاح اليوم سيعزز وسيفك الزخم الحاصل لتلقيح والتطعيم أكبر عدد من مواطني القضاء والنواحي التابعة له. تم استحداث منفذ للقاح كورونا في مستشفى بلد العام، ما يسهل الأمر للمواطنين، لأن اللقاح ضروري وهو الوسيلة الوحيدة لحماية المواطنين. هذا الشيء مشجع أنه صارت منافذ كثيرة ببلد أنه واحد يروح يلقح، فبعد ماكو حجة أنه أكو ازدحام أو أكو زخم على التلقيح فما أروح ألقح، بالعكس صارت منافذ هواية أقدر ألقح وأنا مرتاح. أنا أنصح الناس أنه تلقح، حتى إحنا ما نقدر نتخلص من هذا الفيروس إذا ما الكل يلقح، حتى نحد من ظاهرة انتشار الفيروس. أكو إصابات حتى بدون أعراض، يجوز تروح تعدي غيرك أنت ما عليك أعراض، بس تروح تعدي واحد كبير بالسن رأسا راح تظهر عليه الأعراض، وراح ممكن أنه لا سامح الله يتأذى أو يفقد حياته بسبب أنه أنت نقلت له وأنت ما ملقح، بينما أنت لو ملقح ممكن أنه حتى ما تنصاب، أو ممكن تنصاب إصابتك خفيفة ما تعدي. فهو هذا الغرض من اللقاح، أنه ما تعدي أو إصابتك تكون خفيفة. هذا المنفذ سوف يساعد على تخفيف الزخم الحاصل في المركز الأول اللي فتح قبل فترة، وأكيد هذا سوف يساعد الناس على التلقيح أو التطعيم في القضاء، وخاصة الناس الكبار بالسن سوف ما يتعلون إلى أماكن بعيدة لتلقي التطعيم. لقح أحمي نفسك وأحمي عائلتك. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.